هذا الموضوع ينضم لنا مباشرة دكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب بكلية الطب من الرياض. أهلا وسهلا فيك معنا في إم بي سي في أسبوع. بداية نسألك، ما هي العلامات اللي بيعطينا إياها جسمنا ونعتبرها كتنبيه عند قلة النوم دكتور؟ حقيقة أشكركم على اهتمامكم بهذا الموضوع، وأعتقد أنه من المهم جدا أن نوضح للطلبة والطالبات، خصوصا أنه المتوسط والثانوي بيبدون الأسبوع القادم، أنه يحتاج الطالب على الأقل 8 إلى 8.5 ساعات يوميا من النوم حتى يركز. المسألة ما هي بس في التركيز، المسألة أنه حتى الأتنشن عنده يقل إذا لم يصل إلى 8 ساعات يوميا. والمسألة الأخرى أنه الذاكرة أيضا حقتهم تقل، ولذلك إذا ما أخذ نومها الكافي تلقى أنه مستواه وتحصيلها الدراسي يقل. ولذلك في دراسات علمية مثبتة هنا عندنا في الرياض أن المتفوقين أكثر ساعات نوم كافية من غير المتفوقين. أضف على ذلك ما هو بس حتى التحصيل الدراسي، أنه حتى الآن هرمون النمو وهرمون السمنة يؤثر على هؤلاء اللي ما ينامون نوم كافي، فتلقى اللي ينامون في الفصل أكثر يكون عندهم تقريبا حوالي عندهم سمنة، و15% منهم يعانون من الضغط. فالمسألة مسألة اهتمام بالصحة أكثر منها مجرد تركيز على التحصيل الدراسي للطالب. النقطة الأخرى اللي أود أوضحها لكم أنه أيضا صحتهم، يعني في الدراسات الطبية وجدوا أنه 15% من طلاب وطالبات الثانوية العامة في الرياض يعانون الضغط، وهؤلاء اللي وجدوا عندهم الضغط يكون عندهم ساعات نوم أقل من 8 ساعات. فصحة النوم مرتبطة جدا بأداء الطالب وبصحته، يعني مو بس مستواه الدراسي. في نقطة مهمة جدا أخ علي ودي أوضحها، بعض الناس يقول طيب خلي الطالب ينام إلى الطالب ابتدائي إلى الساعة 3 ويبدأ حصته الدراسية أونلاين على الزوم عشان يكمل دراسته، وخليه ينام طول الليل ويسهر في الليل وينام في النهار. المشكلة ما هي بس كذا، المشكلة صحته بتتأثر، يعني بتلقى تزداد فيهم السمنة، يقل فيهم التركيز. أنت حطي برنامج لولدك الصباح، يقوم يفطر، يذاكر دروسه، يحل واجباته، يحضر لليوم اللي وراه، بحيث أنه يخلص الساعة 7 من الزوم وبعدين يتجهز على العشاء وينام. هذا هو الترتيب الصح لطلبتنا في هذا الوقت. طيب كيف دكتور خالد، يعني ما شاء الله عليك أنت حطيت النقاط على الحروف، بس إحنا عندنا بشكل عام، أقول إحنا كلنا عندنا عادات اجتماعية عائلية أشبه ما تكون أنها غلط، أبا أجيب لك إياها وأنت فند لي إياها براحتك. الأولى التلفزيون والأفلام والنتفليكس والأبل تي في وكله هذا، واحد. اثنين، الجوالات والسمارت فونز والآيبادات. ثلاثة، عدم الرياضة. صحيح. الرابعة، قهوة شاي. صحيح. قهوة شاي طول اليوم كل الأهالي. زين؟ صحيح. زيد عليها. صحيح. أنماطنا الغذائية في الأغلب كلها غلط. صحيح. وش تفنيدك لها يا دكتور؟ أنا أعتقد أنه إذا أردنا مثل ما ذكرت أن نؤثر على بطريقة إيجابية على نومهم، يجب أن نبعد العوامل هذه اللي تأثر على أبنائنا. أنا أب وأتعامل مع أبنائي، ومثل كل منكم في بيته، يجب أنه يكون الأجهزة الذكية والجوالات والتلفزيونات تسحب منهم أو لا يسمح لهم بعد الساعة 8 مساء، لأنه مستحيل هرمون الميلاتونين حق النوم يرتفع إذا كان عندهم مصدر ضوء في الغرفة. يعني يقول خلني أقعد على الجوال حقي، ما تقدر تنام وانت قاعد تقرأ في الجوال حقك، لازم يسحب الجوال منهم. اثنين، لازم تبتعد على المنبهات والكافيين من بعد صلاة العصر. ليش؟ عشان نجهزهم للنوم. ثلاثة، لا تخليه كسلان ما يسوي شيء، خليه يسوي رياضة، يلعب كورة مع خوياه مع جيرانه، يسوي الرياضة اللي هو يبغاها بحيث انه يرجع مهدود للبيت.
البيت، ياخذ له شاور حمام ويتجهز بعد عشاء خفيف للنوم، او يدخل غرفته وتمنع عنها المؤثرات اللي ممكن توقظ الانسان. فاحنا لازم نتدخل بايجابيه، مثل ما ذكرت انت والاخت عبير اول في اللقاء حاجه اسمها الضغط الايجابي على الابناء. فانا اعتقد الضغط الايجابي في تعديل نمط حياتهم اليوميه عشان يتعدل في الدراسه. وانا اعتقد من اللامسؤوليه ان الاب والام يقول خلهم للدراسه هي تعدلهم. لا، انا وظيفتي كاب وام اني اعدل نظامهم اليومي لينتظموا في الدراسه ويكون تحصيلهم جيد. طيب يعني دكتور، لو تكلمنا عن المعدل الطبيعي والمناسب للنوم في اليوم الواحد، كم ساعة راح تكون؟ اليوم مطلوب منك 8.5 ساعات كطالب في المتوسط والثانوي. طيب. واحد. اثنين، ما يجي الطالب يقول لأمه أنا بنام من الساعة 1 إلى الساعة 6 وبعدين أكمل بعد الظهر النوم الباقي. لا، نوم الظهر ما يكفي عن نوم الليل، يجب أن تقضي 8 ساعات كلها في الليل عشان تتعدل ساعاتك البيولوجية وعشان تحصيلك الدراسي يقل. ترى نسبة اللي ينامون في الفصل نسبة عالية، يعني 15%، يعني طالب ولا طالبين من كل 10، وهذه نسبة عالية. يعني كل فصل في 30 تلقى 3 طلبة 4 طلبة ينامون في كل حصة، وهذا شيء يعني يجب أن نشتغل عليه. طيب دكتور خالد، يعني الآن إحنا بكرة الدراسة تبدأ، ولعل هذا الموضوع بالنسبة للطلاب وللأهالي أيضا يعني جزء أكبر من اهتماماتهم، وش ممكن يسوون؟ كيف يبدأ يعود نفسه الآن بما أنه خلاص بكرة دراسة؟ أوكي، it's never too late، مستحيل أنها تكون متأخرة جدا. تبدأ أن من اليوم تمنع من ما ينام الظهر ولا العصر، تبعد عن الكافيين، تأخذه في ممشى ولا في حديقة يلعب كورة بحيث أنه يرجع مرهق تعبان. إذا جاء في الليل يبغى يمسك الجوال ولا يدخل على نتفليكس ولا على إكس بوكس ولا على ألعاب هذه ولا على شاهد، ما في اليوم تجهيز للدراسة ولا على شاهد، وبعدين يأخذ الشاور ويدخل غرفته في النوم، وما بينام يقعد ساعة ساعتين يعافر ينام. ترى حتى الطريقة في النوم سهلة، أنت لو طلعت في رحلات الطيران الدولية تلقى أنه وأنت ما متعود على النوم يعطونك وجبة خفيفة وبعدين يسكرون النوافذ، أنت تتجهز لا إراديا للنوم، بس يبغى لها قرار من العائلة. ترى في بعض العوائل الأبناء هم اللي يسيطرون عليهم، أنت كأب وأم وظيفتك أنك توديهم للجانب الإيجابي وتؤثر على صحتهم بطريقة إيجابية. طبعا دكتور خالد، قبل شوي ذكرت أنه المفروض الواحد يبتعد عن نوم الظهر أو نوم العصر، هل كل أنواع النوم في نص النهار تعتبر سيئة؟ يعني في شيء اسمه باور ناب أو هذه الغفوة اللي تعطينا طاقة، ايش رايك فيها؟ اي ابو 20 دقيقه ولا نص ساعه؟ احسنتي، في دراسات كثيره في هذا الموضوع للبالغين، انا ما اتكلم عن الطلبه، نحن نتكلم عن البالغين. البالغين اللي يشتغلون خلال عندهم 8 ساعات إلى 10 ساعات يوميا، الناب القيلوله من 10 الى 15 دقيقه ولا تتعدى 20 دقيقه مفيده لهم صحيا، نعم ثبت ذلك. لكن اذا زادت عن 30 دقيقه يؤثر على الساعة البيولوجية ويرفع الضغط عند هؤلاء. فقليل من النوم يساعد على الاسترخاء في النهار ما تتعدى 20 دقيقة، ولكن لا يغني نوم النهار أبدا عن نوم الليل. طيب دكتور خالد، على عجالة جدا سريعة، أنا أنام أقل من 8 ساعات وما أعرف قيلولة الظهر ذي، وش أسوي في حياتي وأمارس رياضة وأكل زين الحمد لله؟ يمكن المنبهات يا علي، يمكن المنبهات الكافيين بعد العصر تمنعها تؤثر بطريقة إيجابية عليك. بعدين في بعض الناس عندهم نقص هرمون يسمى ميلاتونين، يأخذون حبة قبل النوم تساعدهم في النوم. أعتقد التغييرين هذولي بيفرقون معك كثير بإذن الله إن شاء الله. دكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب في كلية الطب من الرياض، شكرا جزيلا لك.